أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا كالمعتاد من الشأن المحلي، حيث افتتح محافظ العاصمة سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة مهرجان البحرين لسيارات 2018 في نسخته الأولى، وذلك في مرفأ البحرين المالي. ويهدف المهرجان لاستقطاب أكثر من 40,000 زائر على مساحة تتجاوز 20,000 متر مربع. وقد أعرب محافظ العاصمة عن تشجيعه على إقامة المزيد من هذه الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية في المملكة لدورها في استقطاب هواة وعشاق السيارات بمختلف أنواعها وأشكالها. كما أكد المحافظ أن البحرين أثبتت ضمن مساعيها المتواصلة على دعم هذه الرياضة المتميزة نظرا لتحقيقها نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة، الأمر الذي يصب ضمن الجهود الرامية لتعزيز الحركة السياحية في المملكة. أنا سعيد اليوم أن أرعى مهرجان البحرين للسيارات وفي نسخته الأولى. طبعا لا شك أنه بيقدم الكثير والجديد، أنه جمع الوكالات السيارات تحت سقف واحد ويعطي فرصة للزائر أنه يطلع على آخر التطورات، وأيضا إطلاق بعض السيارات الموديلات الجديدة في هذا المعرض، وأيضا هناك قسم خاص للسيارات الكولكترز أو اللي هي طبعا سواء كانت السيارات الرياضية وغير الرياضية اللي يهتم الشباب بها. شرفنا اليوم بافتتاح المعرض تحت رعاية محافظ الشيخ هشام بن عبد الرحمن محافظ العاصمة، وتشرفنا بالافتتاح، يعني وإن شاء الله يكون من أفضل لأفضل بإذن الله. يعني وهالحدث له أهمية حق مو بس لنا، حق وكالات سيارات وشركات تأمين والبنوك، لأنه يجينا في وقت صعب خاصة ارتفاع أسعار البترول وعندنا انخفاض أسعار مبيعات السيارات، فحاولنا أن نكون حدث أنه يجذب وكالات السيارات. طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بشأن مسودة قانون الإعسار المالي والمطروح للمراجعة من قبل هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بالتعاون مع الجهات المختصة. ودعت إدارة الرقابة المصرفية جميع شركات التدقيق المالي وشركات التحكيم القانوني بإبداء آرائهم حول القانون المقترح في موعد أقصى 30 يناير الجاري، وذلك عبر البريد الإلكتروني. وينص القانون المقترح في المادة الثانية على إلغاء قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق. وتسري أحكام قانون الإفلاس والصلح والواقي منه على الدعاوى والطلبات المرفوعة وفقا لأحكامه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ولا نتوقف مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل نشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.11% عند مستوى 1333 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 2,891,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 570,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 77 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 80% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. نتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بانخفاض طفيف بنسبة 0.01% عند مستوى 7539 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي الإعلام وأيضا العقارات. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.55% عند مستوى 6639 نقطة، وذلك الارتفاع كبير لمؤشر قطاع التأمين.
ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق على تراجع بنسبة 0.21% عند مستوى 4625 نقطة، متأثرا بتراجع مؤشر قطاعي البنوك وأيضا الاتصالات. سجل سوق دبي المالي في تداولات اليوم انخفاضا بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية عند مستوى 3531 نقطة، ويعود سبب النزول انخفاض كبير لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا مجددا بنسبة 0.15% عند مستوى 5024 نقطة، متأثرة بتراجع أغلب مؤشرات البورصة العمانية.